ويرافقني طارق الكحلاوي على طول الحصة. بعد شوية تليفوناتكم نرجعوا للاستقبال. راكم مرحبا بكم على 31 380 ألف، الكلمة ليكم ابتداء من الماضي ساعة ونص على EFM. أهلا وسهلا طارق. مرحبا وائل. بعد شوية نستقبلوا سي عماد بن علي، هو كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، اللي كانوا أصدروا بيان البارح على إثر تدخل ولا دخول الشرطة العدلية للمعاينة في مجلس النواب. الكل شاهدت ممكن الفيديو، شفتوا شنو اللي قاعد يصير. الأذن الكتابي ما كانش موجود في البيان. شو تقول النقابة؟ تقول أنه فما خطر كبير بعد اللي حدث البارح في تسييس العمل متاع الأمنيين، وأنه على وزير الداخلية العمل على صيانة مبدأ حياد المؤسسة الأمنية ومنتسبيها بطبيعة من كل تدخل سافر أو تهجم للنيل من معنوياتهم. الترسيخ طبعا أسس أمن جمهوري محايد، فما تسييس اليوم بالبين وبالكشف. والله هو شوف، البارح أنا من الحاجات اللي قريتها ماهيش في بلاصتها أنه مدير الشرطة العدلية تعرض إلى حملة. أولا الكلام اللي تقاله من قبل رئيسة كتلة دستوري الحر لايف، صورته هكا وقالت له كلام جارح. وثانيا الحملة اللي صارت عليهم بعد حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين نذكر أنا توي يظهر لي أسبوع ولا أسبوعين يصحنا سي عماد المعلومة هذية، مدير الشرطة العدلية نتذكر وقع تكريمه من وزير الداخلية في إطار وقتها نعرف الشرطة العدلية هي اللي لقات الرضيع هذاك اللي وقع اللي اختفى وقع اختطافه، وقع تكريمه مدير الشرطة العدلية هو والفريق اللي كان موجود معاه وقام بالعملية، وكانت عملية احترافية وجيدة ورجعت وقامت بحاجة معناتها مهمة وشكرته ناس كل، هو نفسه الشخص هذاك. دونك انا كي يلقاو رواحهم وين يخدم خدمه بالقديم انا جام شغلت، والا انك انت تدخل وتقول وانت متاع فلان وانت متاع فلان وانت متاع فلان، انه الناس تخدم خدمتها تلقى روحها في وضعيه معينه اللي نهار اخر ينجم يعمل نفس الشيء في علاقه بنواب من كتله حركه النهضه او من تيار او من الشعب. هو ماهوش معني بشكون هويه الطرف اللي ربما عليه الاصبع اللي هو معني بالموضوع هذاك. بيان شديد اللهجه باش نحاولوا نفهموه ونفهموا اكثر دور الشرطه العدليه وموقعها في الامن العمومي عامه. للحديث في الموضوع معنا كاتب عام نقابه موظفي الاداره العامه للامن العمومي سي عماد بن علي. اهلا وسهلا بك. مرحبا بكم. مرحبا بالساده المستمعين الكرام. شكرا. مباشره تقولوا خطر داهم على الامنيين، فما محاوله للتسييس، دعوه للوزير الداخليه لتحييد المؤسسه. شنو اللي خليكم تقولوا انه فما التسييس وفما خطر داهم؟ اكيد هي تونس كل تعيش في خطر داهم. توا الصراعات السياسيه ما خلتش حتى المواطن مرتاح، خلت كل شيء واقف، لكن اقحام المؤسسه الامنيه هو الخطر الاكبر في حسابات وصراعات سياسيه. احنا لهنا ساعه نبداو بحاجه الاولى، انه تحولت وجهه الانظار كلها لدار شرطة عدلية اللي هي ماهيش اصل الموضوع. اصل الموضوع خلاف سياسي وصراع سياسي. هذا الجانب السياسي تو نجيوه. الشرطه العدليه احنا ماناش معنيين تبع لشكون؟ الشرطه العدليه تبع النيابه العموميه. صراع سياسي. احنا معنيين بتنفيذ القوانين. تنفيذ القوانين. اداره الشرطه العدليه تتبع اداره عامه للامن العمومي. اداره الشرطه العدليه بمديرها ساهمت في نجاحات كبيره في تونس من عمليات ارهابيه. من شكون تتلقى اوامرها؟ بطبيعه الحال من النيابه العموميه. تعينوها انتم الاداره العامه، ومن ثم النيابه العموميه تتكفل بتسيير شؤون. النيابه العموميه تتصل مباشر باداره الشرطه العدليه. هذيك هي هذاك التعامل اليومي اداره الشرطه العدليه مع النيابه العموميه. واحنا خلينا اصل الموضوع ومشينا للاداه. اللي عنده مشكله راه مش مع الامر، راه اداره الشرطه العدليه ومديرها كي مشاو المعاينه راه. شوف الفيديو، هو ما مشى لحد، هما اللي جاوا. وكي جاوا يعني هو مشى المعاينه. طبيعي باش عنده مكتوب وعنده حاجه راه يوريها لاداره مجلس النواب، ما يوريهاش لاي نائب. طبيعي جدا هو مشى المعاينة الفضاء. الفضاء ذاك فضاء عمومي، ما فماش حاجه يعني محصنه. كان الحصانه راي للنواب مش للفضاء. هو دخل الفضاء للمعاينه كعاين، وطرف الاخر جاه ما عادش معني. طرف الاخر راه بالحكايه وما يوريهوش لا ما مكتوب ولا حتى شيء، حاجه خطيته من بلا صفه يعني. بالضبط، انت فيها صفه. هو وراها قبل ما يدخل، وراها الامن الرئاسي المكتوب، وراها لاداره المجلس. اداره المجلس تضم الناس راهي كفاءات، مش تضم ناس هكاك ما يعرفش هو اللي داخل واللي خارج. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، اداره الشرطه العدليه ما تنجمش تدخل المجلس ولا تتنقل المحل عام وعمومي كذا الا رب استشاره النيابه العموميه لما تعطيها التعليمات. واللي عنده مشكل يمشي النيابه العموميه، مش يمشي دار الشرطه العدليه.
إدارة الشرطة العدلية جاي يطبق في تعليمات ويخدم على روحه، ما عنده حتى شيء. كي المحل هذاك كأي محل آخر، اللي عنده مشكل يمشي للقضاء، لكن القضاء ما يجرؤوش باش يتكلموه ولا يجيو على حاله. عماد بن علي تفضل. التأسيس تقول إذا من الطرف المقابل اللي تهاجم، تقول أنت على الشرطة العدلية ومديرها البارح أي الدستور الحر ونوابه، مهما كان الطرف السياسي راهم يعني فاهمين. نحن فقط باش نوضحوا الصوره للساده المستمعين، نوضحوا الصوره. احنا خارج الصراعات الحزبيه، ما نجمش اليوم الحزب الحر في الموقع هذاك، غدوه ينجم يكون حزب اخر، بعد غدوه ينجم يكون حزب اخر واحزاب اخرى. احنا بمنع عن هذا الكل، وماهيش مشكلتنا على الصراعات الحزبيه. احنا نفضوا في قوانين، احنا امن بتاع الشعب حدها غادي. احنا ما ندخلوش لا في حزب لا في نهضه ولا في حرد سوري ولا غيره، ما يهمناش فيه، ماهيش مشكلتنا غادي. احنا طبقوا في قانونين ونمشيوا على روحنا كهو. مشكلتكم الزج بالمؤسسه الامنيه؟ اكيد مشكلتنا الزج. علاش انا نقول لك الزج؟ خاطر احنا طلبنا قبله 1000 مره، طالبنا بحضور ممثل النيابه العموميه. نورمالمون يكون حاضر ممثل النيابه العموميه، راه ممثل النيابه العموميه ما يبقاش ورا بيروه متخبي، على خاطر احنا عندنا مشاكل وعندنا وضعيات من قبل. في اعتصام الكامورا شفناها، في احداث الرش شفناها، في تظاهرات واحتجاجات ومظاهرات شفناها، لا وجود لممثل النيابه العموميه. لقيتوا صدوركم وحدكم تقولوا البارح في المجلس؟ لا، احنا كل مره خلصوا احنا الفاتوره، ماناش مستعدين احنا نبقاوكم كل مره خلصوا فاتوره. اقحام المؤسسه هكا بطريقه هذيا، راهو بعث لي عرض عباد المساءله، يعرض عباد الحبس، يعرض عباد لتنحيط المناصبه و و و إجرائيا قانونيا الشرطة العدلية ما تمشي وتعاين كان مصحوبة، وهي مصحوبة بوكيل الجمهورية. لا مش بالضرورة، أو ممثل عن النيابة العمومية. لا مش بالضرورة كل جمهورية ممثل عن النيابة العمومية، باعتباره هو مساعد كل جمهورية. هو كيفاش مشى وحده؟ هو ممثل ممثل مساعد وكي جمهوري. لكن الاشكاليه وين؟ فما عندنا احنا حركات ولا تحركات ولا اعتصامات ولا حاجات كما كاين، صبغه خاصه، صبغه خاصه خاصه وحساسه جدا. بالطريقه هذه ممثل النيابه العموميه لازم يكون حاضر. علاش حاضر؟ يحمي روحه ومحصن. انا ما عنديش حصانه، راه انا حتى كي نمشي من اي محل ما عنديش حصانه، القاضي عنده الحصانه، هو اللي نجم يحمي روحه. كيفاش مستحميها انا؟ غدوا يمسحوا فيها ايديهم الناس كل بالاحزاب اللي تراها انت، كل يمسحوا فيها ايديهم كجهه امنيه واداه تنفيذ، يمسحوا فيها ايديهم. احنا نخلصوا الفاتوره راه غدوا، احنا عائلات تتحطم، راه ماناش مستعدين تقحمونا احنا في صراع سياسيه. تفضل عندك ممثل النيابه العموميه عنده حصانه يجي كما في الكامور يحضر ويشوف. علاش يحضر ويشوف؟ راهو حمايه مش كان لي انا، راهو حمايه حتى للمواطن. هو يعاين يشوف تجاوزات الامنيه السيدي وعينه وخذ الاجراء فيه. ما تحكيليش انت من وراء بيرو وغدوا احنا على كلمه كما صارت في الكامور، كلمه الناس فئه معينه تهمجت اكثر من اللازم. عندنا بوليسيه تخلص في فاتوره، طب علاش؟ علاش؟ شكون اللي تم؟ سعيد بن علي كاتب عام نقابه موظفي الاداره العامه للامن العمومي. باش نوصلوا معك كلامكم اذا على ثلاثه مستويات، المستوى الاول للسياسيين، المستوى الثاني كذلك للنيابه العموميه وممثليها، والمستوى الثالث واللي فهمته من كلامك زاد لوزاره الداخليه او لوزيرها. هذا اللي باش نفهموه شوي اخر معاك. وضيفنا عماد بن علي من اهم ممثلي القطاع الامني، خلينا نقول عامة نحكيو مع الاداره العامه للامن العمومي ونقابتكم. طبعا قلنا المستوى الاول نتاع اللوم نتاعكم والتنبيه للسياسيين، الثاني النيابه العموميه وتفضلت وينجم يكون كلام منطقي، واللوم الثالث اللي توت سويت نحبوا نفهموه هو ممكن يكون القيادات الامنيه وعلى راسها وزير الداخليه السيد هشام المشيشي، واللي في اخر البيان تقولوا ندعو السيد وزير الداخليه للعمل على صيانه مبدا حياد المؤسسه الامنيه، وكانه دجا منهك المبدا هذا وهو مش قاعد يشتغل عليه، وحمايه منتسبيها من كل تدخل سافر او تهاجم للنيل من معنوياتهم لترسيخ اسس امن جمهوري محايد. جمله ترجع اكثر من مره تو من 2011 طارق. سي عماد بن علي، شنو لومكم المباشر على قياداتكم؟ احنا لو واضح في نفس الخضم، انا ما نتحرك كوحده امنيه الا بمساعدته ولا يكون يترأسها ممثل نيابه عموميه سواء يكون جمهوريه او مساعد. هذاك القضاء، اعطيني وزاره الداخليه. هذا طبيعي يا اخي، هذا مع الوزاره. انا الوزاره كي تتحرك وحده ولا سيد الوزير كي تتحرك وحده بدون ممثل نيابه عموميه كله يقف، بس انا حتى جاي ممثل نيابه عموميه يمشي معك. هذا فاش نلومه احنا سيد وزير الداخليه؟ نلومه في حاجه كما كاية، فهمتني؟ لكن تقول انت معناتها هو على علم بالتدخل اللي باش يصير البارح وكان ينجم ياخذ تدابير اخرى. ما تنجمش وحده امنيه تتحرك في وزاره الداخليه بدون علم السيد وزير الداخليه. يعني هذا حاجه مفروغ منها، يعني ما يجيش وحده في خاصه في موضوع كيما هكا وسيد الوزير في بالوش وما يعلموهوش، هذه حاجه مستحيله. طارق، هو انا كلي هكا سمعت هو صار اجتماع البارح ولا ولت البارح في الايامات الاخيره في وزاره الداخليه حول الموضوع هذا بالذات، يعني هذا موضوع ليس موضوعا عاديا
وبطبيعة تجتمع حوله القيادات الأمنية الكبيرة، المديرين العامين، مدير العام الأمن الوطني، مدير الأمن العمومي إلى آخره، المديرين العامين على مستوى وزارة الداخلية. دونك أي وتم اللي فهمته اللي تم التواصل أيضا مع الأمن الرئاسي ورئاسة الجمهورية في الموضوع هذا، بما أنه هي معنية، الأمن الرئاسي معني بالحماية داخل المجلس. ودونك هو موضوع عنده أهمية خاصة، وبالتالي مستحيل البارح كي مشى مدير يعني الشرطة العدلية مشى هكاك بإجراء عادي كما يمشي لأي معاينة أخرى. يعني هذا موضوع يحظى بانتباه واهتمام أعلى السلطات. توا كي نشوف قبيلك في منصة المجلس نلقى أول مرة أعوان من الأمن الرئاسي على منصة المجلس لحماية النائبة الأولى للرئيس أول مرة، وهذا ما ينجم يكون صار إلا في إطار تنسيق أمني وتفاهمات صارت بما فيها أيضا تعليمات على مستوى الأمن الرئاسي بالضبط على مستوى الرئاسة. تسر الاجتماع تاع البارح خاطرش قالوا من قبل الأمن الرئاسي ما يتدخلش داخل المجلس، هو على حدود المجلس. دونك هذا مش موضوع عادي، لكن أنا نحب نتفاعل من زاوية أخرى مع البيان. البيان يورينا مسألة خطيرة هو تقريبا موجود صداها في الكلام تاع رئيس الجمهورية البارح، اللي نحن في وضع مش باهي، أنه نلقاو أنه المؤسسة الأمنية تحس روحها مستهدفة، وأنها ترى تقريبا فما مسافة أو هو بينها هي والنيابة العمومية، دونك بينها هي وكيل الجمهورية وبينها هي وزارة العدل، دونك فما العلاقة وزارة الداخلية وزارة العدل كانوا فما يعني إشكال وحاجة لأنه تصير التحام، لأنه ما نجموش تعرف أنت في تونس فما يعني المسألة مترابطة بين يعني الضابطة العدلية وبين وزارة العدل وكيل الجمهورية وغيره من المؤسسات هذه اللي ما تنجمش كل واحد يخدم وحده، لازم خاصة في الظروف هذه. يعني إيش يعني اللي وخاصة البارح كيف بديت قلت اللي تلقى رئيس كتلة حزب مهما كإكس ولا إجريك نجم يكون حزب آخر تتوجه وصير حملة خاصة على مدير الشرطة العادية كيف ما قلت لك، اللي هو معناتها جمعتين التالي كان هو مسؤول عليه عملية نوعية يعني يعني عينوها التوانس الكل في علاقة باختطاف الرضيع هذاك، وتلقى يلقى روحه توا مستهدف من قبل كتلة حزب وربما من أنصار الحزب هذاك وربما غدوة ولا بعد غدوة من أنصار حزب آخر. دونك ما يحبش روحه يكون في الوضع هذا. علاش حربت النيابة العمومية في شخص آخر قد يمثلها ويكون أكثر قضائي شخصا؟ هذا يسأل عليه، يعني طبعا الأطراف هذه كانت نجم يتصل بهم ويفهم، لكن نحن لهنا يوري حساسية الوضع، ولأنه المؤسسة هذه نظرا لصبغتها الخاصة ونظرا للوضع اللي وصلنا له أنه تخلي كل مؤسسة تحاذر جدا في الاقتراب من مؤسسة مجلس نواب الشعب نظرا لتداخل الصلاحيات وعديد المؤسسات. ولهنا مرة أخرى هذا صداء جست اللي قاعدين نشوفوا فيه البيان والكلام هذايا هو صداء صغير للكلام اللي قالوا على مستوى البارح رئيسة الجمهورية الرئيس أنه الوضع الكل وضع يستدعي وقفة خاصة، خاصة أنه اليوم الأمن الرئاسي كما قلت طارق تدخل داخل المجلس وهنا تغير ما أنت ملحوظ، خلينا نقوله حتى راديكالي في الموقف قالوا لنا ليه ما ندخلوش لداخل، لا هو جاء المعاينة راه ليه مش الشرطة العادية الأمن الرئاسي نحكيو على موضوع الرئاسي هذاك أي. أما بالنسبة للأمن البارح جاء المعاينة وهذه حاجة احنا نقولها من 2011 اللي احنا ماناش مستعدين ندخلوا في صراعات حزبية، واحنا بمنع على التجاذبات الحزبية مهما كانت. مدير دار الشرطة العدلية ماهيش أول نجاح عملوا موضوع الرضيع، من قبلها برشا نجاحات ومن ضمنها قضايا إرهابية نجح. وانا بالقردان يظهر لي كان موجود، هو كان كلاس. موجود اي نعم لكن انا مانيش باش نحكي عليه هو بصفه خاصه على الاداره والمؤسسه، خاطر هو بروحه يمثل مؤسسه غاديك، هو دخل في نطاق معين عهدت اليه من طرف النيابه العموميه يخدم خدمته يمشي على روحه، فضاء سيادي وفضاء كذا ما فماش في القانون فضاء سيادي، هذا كان محل عمومي، وبالنسبه للحصانه هذيك تخص النواب ما تخصش المقر. سي عماد بن علي تمكن من القيام بالعمل نتاعو من المعاينه ومن التكييف المنتظر للقضيه، هو عنده وزارات يخدمها، لكن انا واحد من الناس، انا واحد من اللي نتفرج نشكره زاد نشكر على رباط جاش وضبط نفسه البارح، على خاطر الاستفزاز اللي وقع عليه هو كان وقع على واحد اخر ينجم يكون رد فعل خايف، يعني وقعت استفزازه بطريقه كبيره وهرسلته، وكان عنده من رباط جاش يستحق يعطيه الصحه، انا نقول يعطيه الصحه فهمتني؟ لكن هذا ماهوش باهي، ماهوش باهي للمؤسسه العموميه ككل راه، ماهوش باهي، شو نجي نخدم نتعرض للهرسه كيما كاك شو معناه؟
هذا بطلب من المجلس من الرئاسة ولا ما يهمنيش، دخل بالنيابة العمومية تخلي يخدم في خدمته يتعرض للمضايقة بطريقة ذيك، هذه ما تحيلناش المبدأ الجمهوري، مبدأ الأمن الجمهوري، ما تحيلناش مبدأ الدولة أصلا. تفاعل قياداتكم الأمنية وعلى رأسها كما نقول وزير الداخلية جاء من البارح لليوم، فما تفاعل إيجابي أو سلبي؟ قيادات الأمنية من الوزير تنجم تسأل عليها الناطق الرسمي للوزارة، بالنسبة لي أنا ندافع على مخارتنا وعلى مبدأ عام احنا نعيشوه الناس الكل. لكن انتم وجهتوا دعوة الوزير الداخلية أي مش بالضرورة باش يجاوبنا عليها اليوم يعني فماش تفاعل لحد اللحظة؟ لا ما هوش فماش تفاعل، لازم يكون تفاعل في شكل تعليمات توصل القيادات الميدانية، هذا مش بالضرورة باش يعطينا احنا نفس التعليمات ولا باش يبلغ لنا اللي احنا التعليمات. وزارة الداخلية ومجلس النواب الأكثر عداء للصحفيين ولحرية الصحافة، تقول النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين البارح نذكر وفما برشا حديث وبرشا شهادات على عملية إخلاء المجلس من الصحفيين ودز، وحتى البعض تحدث على التعنيف. عندكم موقف من هذا في نقابة الإدارة العامة الأمن العمومي سي عماد؟ من البيان نتاع نقابة الصحفيين وشهادات الصحفيين؟ تعودنا على مثل هذه البيانات ما عادش نجاوبوا عليها. لا تعودوا زاد هما على العنف نتاعكم في بعض الأحيان. لا مش بالدرجة هذه اللي شو تعودنا كان نبسطوا في الأشياء وكاني عادي هكا. لا تعودنا بالبيانات اللي تهول الأمر وما صارش حاجة بالطريقة اللي وصفوها هما، يعني التهويل ماهوش موجب باش نجاوبوا عليه. اتهام هذا بالاعتداء على صحفيين، على السلطه المضاده، ما نحبش السلطه الرابعه نقول لك السلطه المضاده. يتقدم بقضيه تم الاعتداء عليه نجم يتقدم بقضيه للجمهوريه ولا المركز، هذا مركز برضه يقبل عليه فرقه الشرطه العدليه برضه تقبل عليه قضيه عادي جدا. تعرض للاعتداء يمشي يشكي على روحه وتاخذ له حقه، فما مواسيات في الدوله. تدعيوش لضبط النفس المنظوريكم قبل؟ لا احنا ديما ندعيو ضبط النفس. انتم تشوفوا حتى في الاحتجاجات ولا مظاهرات وكذا، تشوفوا حتى في طريقه التعامل معها ولينا نتعاملوا معها بحساسيه اكبر. اصلا ما عادش يحبوا ندخلوا، شو معناه علاش ما عادش يحبوا ندخلوا؟ خاطر اصلا ما عادش عندنا قانون يحمينا، ما عندناش قانون يحمينا من 2011 احنا نخصوا في الفاتوره. بتاع شنو تحبنا ندخل؟ انت من دخولك مجلس النواب ولا تعطيل المحكمه الدستوريه؟ المحكمه الدستوريه احنا نسحقوها، المحكمه الدستوريه احنا اول عباد نسحقوها، احنا مش نطعنوا في قرارات العداله الانتقاليه اللي دمرت عائلات. المحكمه الاداريه اليوم غير كافيه؟ لا غير كافيه. انا شفنا من 2011 لتو ايش قاعد يصير فينا، ولا العداله الانتقاليه ايش عملت فينا اكثر؟ ايش عملت؟ هذا كموضوع اخر، تحبوا نطرحوا في حصه اخرى؟ نطرحوا في حصه اخرى. عدالة انتقالية بتاعت تتشمت بالعباد اصلا، ما عادش انتقالية، ما عادش عدالة، عدالة تشفي عنا احنا. بالنسبة للأمنيين هذيك عدالة تشفي. احنا مسحقين أكثر عباد ربي للمحكمة الدستورية. نحن في انتظار طبعا تعيين الجلسة القادمة لانتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية. هو شوف الحاجة اللي عملتها، خاطر بغض النظر على كل شيء، أنت كتلة الدستوري الحر اللي قاعد تعمل فيه في الموضوع هذا، وهذا طبعا مانيش باش ندخل نقابة يعني موظفي الإدارة العامة العمومي في الموضوع هذا، هما لكن هذا موضوع نتداولوا فيه في الساحة السياسية، اللي معناتها اللي تعمل فيه يعني مضر بالمؤسسة وبالمسار الديمقراطي في حد ذاته. بغض النظر تنجم تختلفها، وشفنا عدد من الكتل اختلفت مع رئيس مجلس نواب الشعب، وربما تنحكيوها على بيان تيار ديمقراطي يعني يقدموا فيه، مشاو استعملوا الآليات الديمقراطية واستعملوا مشاو سحب الثقة، وممكن تتعمل جلسة عامة وهم يطالبوا بجلسة عامة في أقرب وقت، ويعني وفما صراع يستعمل الآليات، معناتها وخصومة تستعمل الآليات المتوفرة، ما باش تمشي تمارس ما يمكن تسميته بالبلجة معناها معناتها وكذا، والناس الكل تولي معناتها قدامك، معناها ما يكبر في عينك حد، وديما عافس على الناس الكل، ويجي قدامك أمني مش أمني، مسيس مش مسيس، أي حد وماشي وأنت هاجم عليه، محكمة دستورية لا ما تعملش معك كذا، هذه تتسمى تبوريب. يعني تبوريب حقيقي مع تساير في المجلس، وهذا طبعا ونفس الاتهام للطرف المقابل يقول الدستوري الحر. لا هما أعذر، ما نجموش نحطوا، أنا في رأيي باش نكونوا موضوعيين، يعني ما نجموش نحطوا الناس كل فرد سلة. اللي يعمل حاجة خلص، أنا اش قلت قبيلة البارح الشيء اللي صار في المجلس كي هما طاحوا في الاستفزاز النيبات نتاع حركة النهضة، فأنه لقاوا رواحهم في نفس السلة، يلزم كل واحد يتحمل مسؤولية اللي عامله. كيف زاد الدستوري الحر كي يصر على نفس الممارسات دائما وأبدا والجميع وبدون كذا
والجميع خصومك واللي يجي باش يعمل حتى يطبق عليك القانون ماذا تحفز فيه وقتها يولي بوريب. هنا خلينا اذا كان عندنا وقت اي لحظه برك وجايين البيان التيار الديمقراطي نحب نتوجه بالسؤال سي عماد بن علي كاتب عام نقابه موظفي الاداره العامه للامن العمومي. البعض يتساءل البارح عاينة الشرطة العدلية الوضع في المجلس في مجلس النواب، نذكر اللي النيابة العمومية هي اللي أذنت بذلك، ومن ثم باش يتم الوصف هذه والمعاينة من أجل تكييف الجريمة. فما جريمة ولا جنحة جناية، شنو بالضبط وصفها القانوني هذا، شنو نكتشفه في الأيام القادمة. أمل النتيجة اللي مأمولة من البعض أنه يتم وصفها كتعطيل لعمل مأجور نقولوا نحن بأجرة مقابل أجرة، وهذا اللي عقب عليه القانون. نفس الشيء هوني ننقل صوت ممكن الأطراف الأخرى تقول لك هل قمت بالشيء ذي مثلا في قفصة بالنسبة للفوسفات وإلا في الكمور بالنسبة للضخ والبترول، معاينة من أجل تعطيل عمل مأجور. أي ما تنجمش تخرج الشرطة العدلية وحدها بدون إذن من النيابة العمومية، كان أعطت النيابة العمومية الإذن يخرجوا على روحهم في فوسفات قفصة ولا في أي مكان آخر. احنا ما علينا كان نطبقه، هي تعطي تعليمات ونطبقه. عندك فكرة لو أعطت؟ لا ما عنديش فكرة، أما كان أعطت راهو طبقه وما فما حتى حاجة تمنعنا باش أن نطبقه تعليمات النيابة العمومية. هو في علاقة بالموضوع هذايا على الأقل في حالة قفصة، لأنه تعرف في حالة قفصة صايرة وضع خاص انه عندها الفوسفات تقريبا يعني استنفذ الفوسفات يعني، وفي صفاقس عندنا مؤسسه واقفه بسبب ماهوش قاعد يجيها الفوسفات. وانا حسب ما فهمت فما توجه ربما لمعاينه بعض الاعتصامات خاصه في بعض البلايص، وين فما في بلاصه من بلايص الفوسفات ملوح عنده سنوات في العراء معناها هكاكا، ولا يتم نقله يعني لصفاقس للتكرير والتصفية. ولهنا معناتها فما مشكل حقيقي، والنيابة العمومية والدولة وهذا يجي في إطار قرار سياسي معنية بتطبيق القانون معها في نفس الوقت وبشكل متوازي، خاطر ما تنجمش تعمل كان مقاربة أمنية في الحالة هذه أكيد تحل المشكل عموما في مسألة التنمية ونسبة كذا، أما ماهيش باش تكون بطريقة البسنة. حكينا المرة اللي فاتت باش سكتهم بالحقنة نتاع البسنة ماكش باش تحل المشكل. وهوني الرهان الأكبر مش فقط في تصدير الفوسفات وخسران معناتها وفقدان بعض الأسواق العالمية، لا زاد في تحويل الفوسفات لأسمدة طبعا، وهوني الخطر الأكبر على الموسم الفلاحي القادم. والشيء اللي خلينا ينجموا يستوردوا فوسفات من مصر اللي هو من نوعية أسوأ وأقل من جودة الفوسفات متاعنا، على خاطره هو أرخص، وهي معناتها بهيش باش نوليو نحن نخلصوا في المسار، وفي الوقت اللي عندنا فوسفات لهنا في يوم العرايس وردي في ملوح 50 دولار الطن المصري و60 للتونسي يقولوا يظهر لي لا أكثر شوية، هو مي دونتوليكا أرخص شوية للفوسفات المصري، هو نقله من غاديكا ديجا معناتها، وأنت مخلي لهنا عندك فوسفات ملوح. دونك هذا يستوجب قرار سياسي، لكن تعرف حكومة تصريف أعمال صعيب برشا باش تاخذ قرارات من النوع هذا. نختم مع سي عماد بن علي كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، ممكن كلمة أخيرة اليوم. إيه هي العركة باش نبداو فاهمين، احنا زاد فما عركة أخرى تصير على مستوى المؤسسة من محاولة البعض في مشروع تونسي خارجي بجندات معنية، إلا من قبل تحب تجزئة المجزأة. احنا كل مرة يعني نحكي على الوزارة الداخلية نحكي على المؤسسة الأمنية ومحاولة البعض تجزئتها. مرة يحبوا يعملوا شرطة قضائية، مرة في برنامج هذا يحبوا يعملوا شرطة برلمانية أو جهاز برلماني يعني لتجزئة المجزأة، يعني هذا كما ماشيين فيه. نذكر سيف الدين مخلوف وإئتلاف الكرامة واللي اقترح السلك البرلماني ذا الشرطة. إي برشا إي إي. وعلاش نقول سام أجندة خارجية؟ إي بطبيعة الحال، خاطر احنا في تونس ما نفضوش في أجندة داخلية برك. احنا نفهموا السياسة. هاكم أنتم على تدخلوا في السياسة قاعدين. احنا نفهموا السياسة لكن مش مطالبين باش ندخلوها، لكن زاد مطالب باش نفهمها، باش نعرف كيفاش نخدم. مانيش حجر، احنا عندنا مخاخ تخمم وعندنا عقول تفكر ونعرفوا اللي كل حد كيفاش يكور. فانا جهه كل مره انا اشتر مخ تخرج زاد مره مسيس ومره لا 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 عمرنا ما نكونوا مسيسين ومانيش نكونوا مسيسين، واخر اهتمامات كثير النائب والكتله معناتها انهم قاعدين ينفذوا في اجنده خارجيه تجي من نقابه امنيه، تعرف سي عماد حساس. لا لا واضح اتهام، حتى شكون اتهام؟ احنا قلنا فما مشروع يخدم ضد المؤسسه الامنيه في تجزئتها، مانيش متهم طرف بعين، لكن فما مشروع نعرفوه والناس الكل اللي يحظوا فيه، اللي كل حد يحب يقسمه ويفتفتوا الجهه، يعني مشروع القش بلوك اخرى، كل حد يحب يعطي لقشه من وزاره الداخليه يفتفتها بشويه بشويه، هذا مشروع لاضعاف المؤسسه واضعاف البلاد، خاطر كي نضعفوا المؤسسه الامنيه ما عادش عندنا بلاد راه. اخي المؤسسه الامنيه هي كانت احنا في تونس كنا نحكي المؤسسه العسكريه خط احمر، ما هو احنا خط برتقالي يعني. فهمتني؟ المؤسسة العسكرية خط أحمر، إيش صار في الكامور؟
شو صار مازالت فما مواسع عسكريه وخط احمر ولا تلعب يد هربه؟ يعني احنا الدوله يلزمها تقف على روحها، ما كانش غدو ما عادش عندنا دوله راهو، وحتى شعب ما عادش عندنا شعب. خاطر كانت فقدت المؤسسه الامنيه والعسكريه ما عادش عندنا بلاد من اصله. عندنا خطر جاي احنا، كان فايقين به ولا لا؟ كان حاولوا نتصدوا له الخطر هذا ولا خلينا نفرجوا الناس الكل اللي نتيح بين الناس الكل، فلوك باش تغلق بين الناس الكل، ماهيش تغلق بين احنا كمؤسسه امنيه وحدها. احنا نشوفوا الوضع اللي احنا فيه وانا الناس الكل نتفرجوا. نذكر البارح تم احباط عمليه ارهابيه والتحضير لها كان ظهر لي متقدم جدا من خلال عبو ناسفة، والبارح تم احباط العمليه هذه الحمد لله. سي عماد بالله قبل ما نختموا، وهوني ممكن المساله كما قلت انت فيها برشا سياسه وهذا ما يخفى على حتى حد، مانيش باش نكونوا هوني زعما مش فاهمين. مش متسيسين، يعطيك الصحه. لا لا مش متسيسين، اما نعرفوا اللي التجاذبات السياسيه للاسف تطال بعض المؤسسات الحساسه للاسف الشديد. اليوم ثقتكم كامله في حكومه تصريف الاعمال ووزيركم هشام المشيشي؟ انا ثقه في كل وزير يحطوه لان يثبت العكس. يقولوا انه فما اعفاء مسترب، يقول عليه وتقول عليه كتلة الائتلاف الكرامة سيد يسر الدالي، يقول انه اعفاء مدير اقليم الامن بنابل، الامن السياحي بنابل مسترب. شو تعليقك؟ يعني هو صار مدير اقليم الامن الوطني بنابل، امن الوطني عفوا، لكن جاء في اطار حركة بتاع نقل صيفية وكل عام تصير هكاك، ماهوش استثناء راهو سناء. الحركه اللي صارت ماهيش استثناء، راهي كل عام تصير بالطريقه هذيك. 12 ولا قد ايه؟ فما نمر معين ما نعرفش بالضبط. سنة 12 لا 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 كل عام يصير حركه نقل نتاع قيادات امنيه نتاع عوان نتاع الضباط. كيف في الحركه الصيفيه وربما ما تجي مع الولايات خاطر قاعده. النقل عامه زاد مش ديما مجانيه، لا نتاع الولايات للسفراء حتى الممكن. لا 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 مش ديما مجانيه. مش بالضروره. هو ما دام ما فماش احاله على تحقيق اداري وعلى وفي حالات قصوى مجلس الشرف وغيرها من المسائل، وما فماش حتى مؤشرات على هذاك في علاقه باللي صاير، وما دام هي نقله فانه وضع خاص اعفاء ما نعرفش. انا شفت التصريح الحقيقه نتاع النائب على ائتلاف الكرامه، ولهنا انا يظهر لي وخاصه هو بالذات يعني كان معناتها موجود في وزاره الداخليه. مهم جدا اختيار العبارات وبعناية في علاقة بهالمواضيع هذه، والحذر من قبل كيف تو انت قلت له كنقابة ماذا بك تدخلش في السياسة وما تتحدثش في الصراع السياسي وتدخل في التجاذب السياسي، كيف ما زاد ينجم يكون معناتها في أحزاب سياسية نحذر جيدا قبل إطلاق التصريحات. أنا شفت التصريح متاعه والحقيقة الافضل انه ما يكونش، ان شاء الله ما يكونش في اطار مناكفات اللي صايره حول حكومه تصريف الاعمال، وانه هو في موقف المعارضه واي حاجه باش تعملها حكومه تصريف الاعمال فيها انه وتابع درشكون ما ندخلوش مره اخرى، نسيسوا خاصه في هاللحظات هذه وفي الفتره الانتقاليه هذه، هاي جايه حكومه اخرى وخلي وقتها تبدا فما رؤيه واضحه من قبل الجميع. سامحني، هو تم اللي سال بعض قيادات الامنيه اللي تم عفاها بوصف انه كان تابع فلان ولا فلان ولا حزب كذا كذا، وهذا خطا كبير، خاطر احنا هذه حاجه تصير من قبل من عهد بن علي راهو تصير كل عام حركه تنقل بالطريقه ذي فيها اعفاءات وفيها تعيينات، مش بالضروره كي تم عفاء واحد يعني عنده خلفيه سياسيه ولا هو تابع فلان ولا فلتان، راهي عادي جدا انه تصير عفاءات ويتحط في بلاصه اخرى ينجم يخدم اداري ويفيد اكثر البلاد وينجم غدوه يرجع يتعين. ماهوش راهو الحسابات الحزبية، وخاصة تو مثلا خاصة ما تشوفهمش حتى شعب راهو حتى لا فما بحث تحل في شأنه ولا فما عدالة تبحث فيهم، وحتى بحث الإداري ماهوش موجود. هو تصريحات بعض نواب ائتلاف الكرامة بعضهم بعض أرزن من الآخرين، أنا تو عندي نهارين أحد نوابهم يظهر لي ماهر زيد عمل تصريح قال فيه رئيس الجمهورية سيستقبل لطفي إبراهيم ومعني بشخص بأن يكون رئيس حكومة وعمل كذا وتناقلتها صفحات ودر شنو، ثم نائب من نفس الكتلة العلوي كذب معناتها زميلها وقرم فمش منها ولا ثبتنا ما يعني يلزم شويه معناتها يلزم شويه في الخصوص في المواضيع هذه المتعلقه بالجانب الامني. طبعا يلزم من حق الاطراف السياسيه انها تكون عندها راي في المقاربه الامنيه ونسير نقاش في المقاربه الامنيه ما شنو الدور السياسي وتحديد السياسات الامنيه العليا زاد بالتشاور طبعا مع القيادات الامنيه، هذاك جزء من دوره كسياسي، لكن في هالتفاصيل هذه وكذا نسيسوا شوي خاطر وضع سخون كيف نكاية
سي عماد اي نذكر سي عماد بن علي كتب عام نقابه موظفي الاداره العامه للامن العمومي كلمه اخيره للتوانسه المره هذه للمواطنين التوانسه واللي كي يسمعوا هكا ينجموا يخافوا راهو على امنهم. وشفنا منسوب الجريمه قداش ارتفع بين عامنا والوسنا البركاجات وغيرها واليوم على حدود التهديد اكبر وفما حتى تهديدات اخرى تنجم تكون صحيه. اليوم الامن منكب ما نشكوش في هذا اما ما درجه ومستوى الاستعداد الجاهزيه والتركيز على الجانب الامني لهم المواطن؟ والله ما نحبش نحبط انا المجتمع التونسي والشعب التونسي بالعكس لكن كي نحكيوا على الجريمه احنا بطبيعتنا كل يوم نقاوموا في جريمه ارتفاعها ولا منسوب ارتفاعها ولا انخفاض هذاك مربوط باحصائيات وبالعكس احنا عندنا عكس الكلام هذا صحيح نجموا نشوفوا ارتفاع الجريمه عباد تمردت راهو على الدوله شيء طبيعي بسلقة الجريمه تكثر في برشا بقايا هذا طبيعي جدا لكن مقاومتها ما ننساوهاش مقاومتها موجود وحفكه ما تشدش اليوم راهو يتشد غدو واللي ما تشدش اليوم يتشد بعد غدو يعني الخدمه تتخدم ديما ابقى انه زاد لازمنا نفهموا فما مفهوم اخر لازمنا نفهموه انه الامن التونسي ما عندوش قانون يحميه راهو زاد مانيش مستعد انا ندخل مخاط ونلقى روحي في الحبس ونلقى عائلتي مشرده وراي راهو هذا لازمنا نفهموه كشعب وكدوله وكسلطه تشريعيه راهو ما عادش الامن ينجم يكون كبش المحرقة سامحوني تحكيوا لي على قانون جزء الاعتداءات لا حماية الأمنين حماية الأمنين قانون حماية الأمنين تغير يقولوا ورجع الأنظار المجلس لازم عندك مجلس يختم لا لا عنا يهدنوا فينا ويمهتلوا فينا كل عام كل مسير كارثة بتاع عملية إرهابية خرجونا المشروع ومش نجلسوا عليه كل عام سنسنا بالطرهات ولا عنا اسمها حاجة اسمها الطرهات هذه ما عادش عنا ثقة في عباد انه كل عام تكذب علينا بنفس الحكاية. سي عماد بن علي كتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي شكرا لك الحضور معنا فيك. بالتوفيق إن شاء الله نتقابلوا في فرص قادمة ونحكيوا حتى على شلي على نجاحات أمنية أي نعم نحكيوا على المنجز نتاعكم إن شاء الله على شلي إن شاء الله ماضي ساعة و 42 دقيقة في 90 دقيقة متواصلين معكم على 31 380 ألف أهلا وسهلا توا طرق الكحلاوي نحلوا القوس السياسي ممكن مع سي عماد حاولنا نتجنبوا الأكثر درجة ممكنة باش هو احنا بينا ما نساهموش في التسييس هذايا المشبوه اي هو محبط انك تلقى انه معناتها هو من المؤسسة الأمنية تعرف في أمريكا شو يسميهم التسمية هو نعرفه بوليس لكن يسميهم لو انفورسمنت معناتها هما معنيين بتطبيق القانون هكا لو انفورسمنت يعني تطبيق القانون المعنيين بتنفيذ القانون وفي فرنسا فما شكون يسميهم لي غارديان دو لا بي اي معناتها هو نورمالمون ما عندهم حتى علاقه بالجانب السياسي اصلا حتى كي كذا دونك ما ينزلهم يقول لك ينزلهم طبعا هناك كيف قلت لك البارح فما حمله على مدير الشرطه العدليه وفيديو في يعني عملته رئيس كتله الحزب الدستوري وحتى فيديو لايف للراجل ويختم معناتها ما فماش استفزاز اكثر من هكايا معناتها فما ارتكانك تلز فيه للحيط معناتها براتيكمون راهو لا ما امني ما تخدمش ما دامك باش تجي لي انا فوق راسي ريشه ما تعمليش هكاك كان مشيت لحد اخر بيسالش انت امني اما ما جيتني لي انا تولي ماكش امني وتابع درا شكون وكذا ما وقتها يولي فما مشكل وقتها تدخل بالفعل الاطراف ويعملوا رده فعل كيف هذايا كيف البيان هذا كما التيار الديمقراطي تقول البيان الصادر منذ قليل على المكتب السياسي للتيار اللي يقول انه يتابع بقلق شديد العمل البرلماني والمشهد البرلماني فيما يخص الفوضى والصراعات السياسويه يقولوا انهم يدينوا بكل اشكال إدانة لكل اشكال العنف والفوضى والترذيل تحت قبه المجلس والذي يهدف من خلاله خلق صراع مفتعل لغايات انتخابيه لا علاقه لها بدور المجلس ومهامه وفما رفض زاد للخرق الممنهج للنظام الداخلي من قبل رئيس مجلس النواب الشعب وتحميل مسؤوليه عجز المجلس عن الاضطلاع بدوره وتحويل وجهته نحو صراع غير مسؤول مع رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه دون مراعاه للتحديات الامنيه والاجتماعيه والاقتصاديه التي تواجهها البلاد. شو المقصود من البند الثاني هذا؟ هذا هو ساعة اولا معناتها البيان هذا جاي في اطار صراع شق المشهد السياسي في حركه النهضه من شيره والتيار من شيره اخرى في اطار الكتله الديمقراطيه. ونحن دخلنا المرحله تقريبا نجم نقولوا فما قطيعه طليق من الناحيه السياسيه بين زوز اطراف هذوم. والبيان في اشاره واضحه لهنا لانه تحميل مسؤوليه الشيء اللي صاير في المجلس لزوز اطراف في نفس الوقت. يعني ضمنيا الدستوري الحر ونهضه
من شيرة أخرى. يعني إشارة واضحة خلع صراع مفتعل لغاية انتخابية لأن يقصدوا به استقطاب بيناتهم الدستور الحر النهضة. أما الثاني ثم النقطة الثانية يقول لك راهو اليوم رئيس البرلمان هز المجلس نحو الصراع والاصطدام مع رئاسة الجمهورية ومع رئاسة الحكومة. هو لهنا واضح الحديث على الصراع بين أو الخصام أو الخصومة بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. والحاجة الأخرى طبعا أنه تعرفوا حركة النهضة كانت موجودة في ائتلاف برلماني في البرلمان معارض للحكومة اللي كانت عضو منها، ومكتب المجلس تحديدا كان يعدي قرارات مكتب المجلس هو فيه ممثلين لمختلف الكتل. ولهنا المنطق يقول أنه رئيس المجلس بوصفه معناتها رئيس حركة النهضة الموجودة في الحكم وممثلة حركة النهضة الموجودة في مكتب المجلس يكونوا في تمرير القوانين وشنية القوانين اللي عندها أولوية واللي ما عندهاش أولوية، يتشاوروا مع حلفائهم في الحكومة اللي هما الكتلة الديمقراطية دونك شعب وتيار، فما واحد ممثل الشعب واحد ممثل التيار، وأيضا طبعا الإصلاح الوطني وتحية تونس. لكن اللي صير واللي صار منذ بداية مكتب المجلس أنه رئيس البرلمان مع ممثلة حركة النهضة ينسقون بشكل دائم مع ممثل ائتلاف الكرامة وممثل قلب تونس، وهذا معروف خلق احتقان داخل الائتلاف الحكومي وكان أحد أسباب المشاكل. دونك هذية في إشارة واضحة لأنه شيء اللي صاير، وطبعا لهنا إشارة للنقاش اللي صار تو عنده جمعة نهار الخميس حول في المكتب المجلس حول إمكانية تمرير لائحة سحب الثقة اللي حكينا فيها، وكي طلع رئيس كتلة حركة النهضة قال نحن معنيين بتمرير سحب الثقة. ثم تو شقريت البارح تدوينة لسامي عبو تنتقد مكتب المجلس في تأخره في تحديد جلسة عامة لجلسة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، واتهامات القانون بمقتضى القانون لازم يتم تعيينها في غضون 3 أسابيع، واتهامات ضمنية حتى من قبل نواب من الكتلة الديمقراطية لحركة النهضة بأنهم قاعدين يضغطوا على بعض النواب اللي مصحين على سحب الثقة. وفما حتى نائبة إيمان بالطيب من نائب اللي يظهر لي شفت فيديو خرجت قالت راه قاعد يصير عليا ضغوط ونائبة مستقلة من أجل أني نسحب الأمضاء متاعي من لائحة سحب الثقة. دونك هذا الكل جو القطيعة اللي صارت في الائتلاف الحكومي بين منشيرة كتلة ديمقراطية والنهضة خليت أثر كبير على الوضعية داخل البرلمان. نذكروا التيار تواجه المحكمة الإدارية التيار الديمقراطي بشكوى فيما يخص التفويض اللي صاير للحبيب خضرة مدير ديوان رئيس المجلس من قبل رئيس البرلمان سيد راشد الغنوش. في جميع الأحوال هذه الكل صراعات ضمن الآليات الديمقراطية اللي زمنا نفرقوها مع الوضعية اللي تعمل فيها الدستور الحر اللي هي غير مقبولة. شكرا لك طارق الكحلاوي، كنت معنا اليوم في 90 دقيقة، إن شاء الله تتجدد الفرصة في أقرب وقت. ماضي ساعة و 48 دقيقة تتسويتي ناس تعطيكم آخر أخبار الطرقات لنفو ترافيك ونرجع مع تليفوناتكم 31 380 ألف. الكلمة لسي فتحي من سوسة، أهلا وسهلا بيك في 90 دقيقة خويا. مرحبا سيدي تفضل. أخويا البرلمان أعتبر أني عملية ممنهجة، اللي قاعد صاير في البرلمان هو عملية ممنهجة لتعطيل البرلمان ومدبرة وداخلة فيها حتى السلطة التنفيذية، لأن التوقيت بالضبط بعد استقالة السيد رئيس الحكومة ودخلنا أعتبر أني نية مبيتة لحل البرلمان. وشكرا. شكرا سي فتحي، ولو راه الاعتصام انطلق من قبل الاستقالة. خلينا نذكر سي الهادي من القرقنة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. سامحني نحب نعمل مقدمة صغيرة. أنا عشت الفترة متاع الاستعمار، وعشت الفترة متاع رئيس بوديبة الله يرحمه، وعشت الفترة متاع زين العابدين الله يرحمه، ونعيش الفترة هذه الأخرانية اللي الشعب التونسي الكل يتبهى بها. على كل حال ما مش نعلق عليها برشا، لكن أنا اليوم نقول ما فماش ناس اللي يحبوا تونس على خاطر اللي يحب تونس واللي عاش الاستعمار اليوم يحزن على الوضع اللي احنا فيه اليوم. اليوم ما عندناش رجل رشيد اللي باش ينجم يقف ويجلب الاحترام حتى لين معناها الناس الكل تقف قدامه إجيال ويحترموه ويقدروا الصوت بتاعه. اللي قاعد صاير في المجلس عندنا اليوم، وأنا إنسان متقاعد ونتبع معناها في المجالس الكل والجلسة الكل ونشوف التصرفات نتاع معناها النواب نتاعنا اللي قاعدين يقصوا الدم نتاع الشعب التونسي
ونشوف في الاخلاق نتاعهم ونشوف معناها في التعبير نتاعهم. بصراحه شيء معناها ياسف برشا وشيء معناها يحشم وقت نسمعوا معناها كلام خارج عن موضوع ما نقولهوش حتى في الشارع، ويجي يقول لي انا معناها نايب وعندي معناها الحصانه. انا حصانه يا خويا يرحم بوك، انا ما حطيت غادي اللي ما انا كنت نتصور انت خير مني واللي انت باش معناها تحب تونس وباش تدافع عليها. اليوم معناها عبير موسي اللي هي تنتمي معناها للتجمع، وكلمه التجمع وانا صدقني عمري انتميت له، معناها الكل يستلزم منه، معناها كيف اللي الظرف اللي نعيش فيه احنا توا خير معناها من الظرف اللي كان وقتها، ولكن اليوم معناها عبير موسي حاطينها في النشان. لو نشوفوا معناها علاش هالحزب نتاعها قاعد معناها هو بيدو يعتصم، الاسباب شنية؟ لو نرجعوا نحيوا الاسباب ونحيولها من ايديها، خلي الشعب التونسي يحكم عليها بكونها تعطل معناها في المجلس وبكون هي اللي قاعده ما تحبش تونس تتقدم. اما مطاي نخلقوا مشاكل في المجلس والناس الكل تعرفوها والتجاوزات اللي قاعده موجوده، هذاك مصيرنا وهذاك في النشيين وربي يستر تونس وانا حزين. وشكرا. يعطيك ساعة سي الهادي، شكرا لك من قرقنا. نذكر لو طمني على احوال قرقنا جزيرة والله جدا. قرقنا تو عندنا كرموس يعمل 66 كيف نتمنى نهدي لك منه شوية، وعندنا معناها طقس جميل ياسر، والناس في قرقنا لهنا والحمد لله يعيشوا ولبس عليهم، ونتمنى تونس باش تكون في أحسن حال وخليني أنا نكون فرحان برشا. هايل، يعطيك الصحة، المذاق وصل يا سي الهادي صدقني، يعطيك الصحة. شكرا، تحية كبيرة لقرقنا ولأهالينا. غادي ماضي ساعة و55 دقيقة، نواصلوا مع تليفوناتكم. مدام منال من تونس، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، عفوا. خليني نبدا من النقطة الهامة برشا. سامحني مدام منال، الصوت هكا مش واضح ومش باش يخلط الكلام، لو تسمح ظهر لي بحذاك شوية ريحة. أي توا خير، تفضل. محطة لكيت هيك ان شاء الله يكون هكا واضح. هكا واضح. باهي برشا. حبيت نبدا من نقطة مهمة ودي أكثر عليها الحديث في الفترة الأخيرة، مسألة الشرعية. خليني نقول أو نعتقد على القليلة قانون الشرعية الاقتصادية. سامحني مدام مرة أخرى، الصوت هكا قاعد راهو يقلق، مزعج شوية الضربات، وأنت مستانسة مدام منير متعودة معنا نورمالمون التقنيات الصوتية سيئة تكون عندك. يلا تفضل من جديد. هكا واضح؟ يعطيك الصحة. مليح. باهي، حبيت نقول كون الشرعية الانتخابية هي شرعية نسبية، بما معناه أنه احنا المواطنين لما نمشيو ننتخبوا النواب على برنامج، مش باش يتعاركوا، مش باش يستفزوا يعني بعضهم. فلما يدخلوا في مرحلة لما يتنكروا لوعودهم الانتخابية اللي على أساسها الشعب انتخبهم، هذاك في حد ذاته نوع من الانقلاب على الشرعية اللي يتفكروها وقت ما يحبوا ويتنساوها وقت ما يحبوا. ثانيا لما نقولوا انتم اللي اخترتونا فيلزمكم تتحملوا مسؤولية، هذا راهو الشعب مشى انتخب على يعني الأساس اللي انتخبناهم، أي وقت انتخبناهم مش باش يتعاركوا، مستحيل يعني. حتى ثم الحاجات تفاجئني على فكره الاسبوع اللي فات، خاصه يوم اللي كان قرر انه ينتخب المحكمه الدستوريه، يقول لك في برلمانات العالم الكل الديمقراطيه يصير هذا، علي ما يشوفوش البرلمانات اللي ما يصيرش فيها هذاك، علي ما يشوفوش البرلمانات اللي تخدم شعوبها. من ناحيه اخرى النواب اللي يفتخروا بالثورة بالديمقراطية إلى آخره، هم نفسهم اللي سمحني قاعدين يكرروا فينا في تصرفاتهم في الثورة. مش نحكي مثالين بسيطين ونختم بهم. لو تتفكر في أحد المداخلات السابقة كنت حكيت على يعني إنجاز أحد الدول العربية اللي ما عندهاش برلمان، اللي ينقلوا إحنا ما عندهمش ديمقراطية حرية تعبير إلى آخره. النهار الثلاث الوقت اللي نوادنا ما شاء الله منورينا في القنوات العالمية وقدام الشعوب الأخرى والشعوب اللي نحبوها. أي لو تسرع يا مدام، أي وصف هذاك، أعطيني المعلومة هات. يعني تم إطلاق أول انتظار عربي إسلامي من دولة اللي احنا يعني دائما نتهم بالرجعية والتخلف إلى آخره. أختم وأقول التعددية والديمقراطية في الأصل بتاعها هي تطوير الشعوب وخدمتهم، لا يعني مش شكرا، مش إنه نزيدوا نرجع بهم للتالي. شكرا مدام من تونس. نختم مع سي ربيع من أريانا وبسرعة. يعطيك الصحة سي ربيع، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة اف ام، ويعطيكم الصحة
وباهي البرنامج نتاعكم صراحه ما يفهم ديما نعمل زاوره الصراحه. مرحبا يا سي ربيع تفضل. يعني عندي زوج نقاط. النقطه الاولى كنت استدعيت معناها الكاتب تاع نقابه الفنيين وكان حكي معكم شويه على الظروف نتاع المجلس وعلى التدخل نتاع الشرطه العدليه. ربي نحب نحب جوج نتوجه بحاجه. توا النائب عبد الرموسي يعني يتحجج بالقانون، ما تصورش باش تخرج على القانون، ما هو هكا ولا ما تنجمش هي استاذه محاميه. ممكن علاش؟ مش مستحيل. هي علاش؟ هي انسانه محاميه تخدم في القانون تتصرف بالقانون، ما لقاو معها حتى حل، معناها لو كان هي تتصرف بالقانون. دونك انا نستبعد عبير الرموسي لو كان تعمل حاجه ما فيهش قانون. القانون في الحقيقه يضبط القضاء، السلطه القضائيه هي اللي تحدد شنو هو القانون وشنو هي. شكون يكتب القانون هو المشرع، هذاك مختلف تماما. وهوني اي من دورهم الاساسي والرئيسي انهم يكتبوا القوانين والتشريعات. اذا باش نختموا، معناتها ممكن انه راهو ناس قانون جاي وتخرق القانون، معناتها هذا وارد حتى جدا ساعات. السيد اللي كان بحذاك تو يقول لك احنا ما تبناش النيابه العموميه ما اصدرتش، وبعد يقول لك الراجل لا سلكوه وهو مدير الصلاه العربيه، اذا هو وصل روحه. لا في الحالات الكل هو ممثل لمؤسسه معناتها وموظف عمومي هو، حتى يبدا من ستيك والسناد ومن اي مؤسسه كانت عموميه ولا من الدوله، لازم يتم احترام عمل الموظفين. هذا هو الموضوع. النيابه العموميه اش بها ما حلتش كي قال الغنوشي النارين هذوما يدعي للموت. هذا تصريح هذا باش نرجعوا له. لا لا انت اللي قلت الكلمه الاولى صحيحه. اي اين النيابه العموميه؟ يقول الموت لاعداء ديمقراطيتنا، وغدوه نرجعوا له التصريح هذا. يعطيك الصحه. هوني 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 نخدم هوني ليه ماضي ساعتين؟ صدقني يا سيدي ماضي ساعتين على اي اف ام هكا وفي وقتنا. سي ربيع من ريانا، ولو تتفضل تعاود تتصل بنا مره اخرى اكيد راهو تكونوا معنا. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. 31 380 الف. ايناس اخبار الطقس من الطيب، اخبار اي اف ام بعد شويه. راسين كاري اهلا وسهلا بكم على اي اف ام.